كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون فرنسيون أن تناول الطعام العضوي قد يخفض خطر الإصابة بالسرطان، ووفق مسح أجري على ما يقرب بل يقارب من 70,000 شخص استنتج الباحثون انخفاض خطر الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الثدي للأشخاص الذين يتجنبون تناول الأغذية المصنعة. كلما ارتفع استهلاك الفرد للأغذية العضوية انخفض خطر إصابته بأنواع معينة من السرطان. هذا المعطى خلصت إليه نتائج دراسة أنجزها مركز أبحاث فرنسي على ضوء تتبع الحالة الصحية ونمط العيش لنحو 70,000 شخص على مدى 7 سنوات. تقول الدراسة إن الأشخاص الذين يواظبون على تناول الطعام العضوي يتعرضون بشكل أقل لمخلفات المواد الكيماوية ومبيدات الحشرات التي تستخدم عادة للحفاظ على الفواكه والخضار واللحوم والأسماك من التلف. وعلى وجه التحديد استنتج باحثو المركز الفرنسي أن معدلات سرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الثدي كانت أقل بين الأفراد الذين يتجنبون استهلاك الأطعمة المصنعة، حيث أثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول أغذية عضوية كانوا أقل عرضة بنسبة 73% للإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية وبنسبة 21% للإصابة بسرطان الثدي. وفي الوقت نفسه لم تجزم الدراسة بأن اتباع نظام غذائي يعتمد على الطعام العضوي فقط قد يساعد في تجنب الإصابة بسرطان الأمعاء أو سرطان البروستات. باحثو المركز الفرنسي نبهوا إلى أن نتائج دراستهم تبقى محدودة، ودعوا إلى القيام بالمزيد من الأبحاث التفصيلية بالاعتماد على قاعدة أوسع من الأشخاص ومراعاة مختلف أنماط العيش للخروج بنتائج أكثر دقة. حول هذا الموضوع معنا من أبو ظبي خبيرة التغذية دكتور يارا رضوان. دكتور يارا، أهلا بك معنا دائما في سكاي نيوز عربية. تبعت معنا هذه الدراسة، لكن سأبدأ من موضوع يعني الكل يتابعه والكل يعرفه والكل يسأل عنه. غالبية الناس تذهب لتشتري الأطعمة العضوية لأنها أنظف وصحية أكثر، هل نعرف أكثر من ذلك؟ صحيح، مساء الخير. مساء النور. طبعا الأطعمة العضوية هي صارت هلأ كتير شائعة، وكتير من الأشخاص بفضلوا يشتروها مثل ما قلتي، لأنه بيعتبروها أنظف وأخف بالمواد الكيماوية والأسمدة الكيماوية. هلأ هي الدراسة هي الدراسة الأولى من نوعها يلي عم تورجينا انه في ممكن في عنا تأثير واقعي للأطعمة العضوية من مرض السرطان، ولكن احنا تفسير هي الدراسة بدنا ناخده كتير بحذر، وبدنا نطلع على تفاصيل الدراسة كيف اجريت. فالدراسة اظهرت انه صار في عنا انخفاض بسرطان الغدد اللمفاوية بنسبة 70% وسرطان الثدي، ولكن بعد سن الامل يعني بوست مينوبوزل بنسبة 20%، ولكن ما وجدت أي علاقة واقية بين الأطعمة العضوية وأنواع أخرى من السرطان. فإذا نحن بدنا ننتبه أن هاي الدراسة ما فينا نعممها بشكل عام ونقول أنه الأطعمة العضوية هي أكيد بتوقي من مرض السرطان. ممكن يكون لها تأثير واقعي، ولكن نحتاج لدراسات أكثر بالمستقبل حتى نقدر نثبت هذا الشيء. نحن متشكرك دكتور يارا على التوضيح، لأنه بالفعل ليس بإمكان الجميع أن يأكل أطعمة عضوية نظرا لسعرها الباهظ. اليوم نود أن نفهم منك، هل بالفعل نحن بحاجة أن نتحول إلى هذه الأطعمة حتى لو سعرها غالي؟ صحيح شانتال، هاي النقطة اللي ذكرتيها كتير كتير مهمة، أن الأطعمة العضوية سعرها غالي وأيضا غير متوفرة بشكل كبير مثل الخضروات والفواكه والمنتجات الثانية العادية. فنحن بدنا ننتبه هون أنه نحن بدنا نشجع الأشخاص أنه يتناولوا خضار وفواكه أكثر. ما بدنا نقول أنه لا تتناولوا لأنه ممكن يكون فيها أسمدة كيماوية أو مبيدات حشرية. فهون بدنا ننتبه بشكل كتير كبير أنه نحن نطلع على الصورة الإجمالية والصورة الكبيرة يلي هي دائما بننصح فيها تناول الأطعمة يلي هي طبيعية، خضروات وفواكه، أطعمة غير مكررة، بنحاول نبتعد عن السكر، بنحاول نبتعد عن اللحوم المصنعة والنشويات المكررة. فإذا نحن النقطة هون أنه إذا الأشخاص في عندهم ممكن أنه هن يوصلوا للأطعمة العضوية يشتروها،
قادرين ماديا انه هن يشتروا الأطعمة العضوية، ما في معنى انه هن يتجهوا لهذا الشيء، ولكن هذا الشيء مو معناته انه الاشخاص اللي ما عم ياكلوا اطعمه عضويه هن ما هن اشخاص صحيين. نحن بدنا نطلع على الصوره الاجماليه للحميه. هلا في عنا نقطه، بعض الدراسات السابقه اظهرت انه الاطعمه العضويه ممكن تحتوي على الفيتامينات والمعادن وبالاخص مضادات الاكسده بنسبه اكبر شوي من الخضار والفواكه المزروعه بشكل طبيعي مع الاسمده الصناعيه. فاذا هي ممكن يكون لها محاسن، ولكن احنا اكيد ما بدنا يعني نحن دائما نشجع الاشخاص يتجهوا للاطعمه الطبيعيه، يتجهوا للخضروات والفواكه والاطعمه غير المصنعه اهم من انه نحن نتجه فقط للاطعمه العضويه. دكتور يارا، خلينا نوضح للمشاهد، المكملات الغذائيه الفيتامينز هل يمكن ان تلعب دور هذه الاطعمه العضويه اذا في حال اخذها الانسان مع اطعمه عاديه؟ الفيتامينز او المكملات الغذائيه هي بتجي بشكل منفصل عن باقي العناصر الغذائية اللي بتكون موجودة بالخضار والفواكه. عظيم. مشان هيك نحن ما مننصح بأخذها، نحن دائما مننصح أنه ناخد كل العناصر اللي نحتاج إلى من الغذاء. فالأطعم مثلا إذا أخذنا الفيتامينات ما بيكون جاية مع كل مضادات الأكسدة والألياف وكل العناصر اللي هي مشملة بالخضروات والفواكه. فدائما منشجع نتجه للخضار والفواكه. بدي أذكر نقطة أنه هاي الدراسة أجريت على أشخاص هن يعني بشكل عام كانوا أحوالهم المادية أو مستواهم المادي أعلى، مستواهم الإدوكيشنال يعني الثقافي أعلى، فممكن هذا الشيء أنه يأثر على طبيعة حياتهم. ممكن يكونوا هن بيلعبوا رياضة أكثر، ممكن يكونوا هن ما بيدخنوا بشكل مثل الأشخاص الآخرين. فبدنا ننتبه طريقة تفسير نتائج هذه الدراسة، نكون كتير حذرين، ما بدنا نعمم ونقول إنه الأطعمة العضوية بتوقي من السرطان والأطعمة العادية بتسبب سرطان، فنحن ننتبه كتير على هالنقطة. دكتور يارا، قبل الختام، هل يجب أن نبحث عن الأطعمة اللي شكلها جميل؟ لأنه عادة الشكل الجميل بيكون مضاف إليه أمور عديدة. صحيح، مزبوط. الأطعمة اللي بتكون مضاف إلى الأسمدة الكيماوية والمواد المبيدات الحشرية في احتمال يكون شكلها أحسن بكتير من الأطعمة اللي هي عضوية اللي بتكون بالطبيعة. فلا، نحن دائما نحاول نختار الأطعمة الموسمية. أنا هذا اللي بشجع عليه، نروح على الخضروات والفواكه الموسمية. يعني لما يكون عندنا موسم مثلا الحمضيات نروح على الحمضيات، لما يكون عندنا موسم الكرز أو الفراولة نروح عليهم. فنحاول نختار الأطعمة الموسمية، هذا أهم من أنه نحن ندور فقط على الأطعمة العضوية. ما عم نقول ما نختار العضوي، ممكن نختار العضوي إذا كنا قدرانين نوصل له، إذا كنا قدرانين يعني بشكل مادي أنه نتناوله، فما في مانع. هذه نصائح الدكتور يارا رضوان خبيرة التغذية، حدثتنا من أبوظبي. شكرا لك دكتور يارا. شكرا كثير.